السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، في أسبوع الذي نعرض فيه لأبرز وأهم أحداث هذا الأسبوع. نبدأه كالعادة بحوصلة لأهم الأخبار. البداية من الجمعة الماضية 22 من مايو، نقابة الزاوية تؤكد فتح صمام الحمادة الواصل بين المصفات وحقلي الشرارة والفيل. أيضا في يوم الجمعة الماضية، تقدم نوعي لقوات بركان الغضب تحكم فيه سيطرتها على مبنى الجوازات ومعسكر التكبالي وكامل منطقة مشروع الهضبة. ونظل أيضا يوم الجمعة، دار الإفتاء الليبية تعلن أن السبت 23 من مايو هو المتمم لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شوال. وننتقل إلى يوم السبت 23 من مايو، بعد تقدمها في محاور جنوب طرابلس، قوات بركان الغضب تعثر على جثة أحد مقاتلي مرتزقة الفاغنر مع معداته العسكرية الخاصة. وننتقل إلى يوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، الليبيون يحتفلون بعيد الفطر وسط شوارع خالية بسبب الحظر التام الذي فرضته حكومة الوفاق بسبب جائحة كورونا. أيضا في أول أيام عيد الفطر المبارك، طيران ميليشيات حفتر يقصف غريان واستهداف لمطار معيتيغا بصواريخ الجراد. وننتقل إلى يوم الاثنين 25 من مايو، عميد بلدية بني وليد يؤكد مغادرة جزء من مرتزقة الفاغنر مطار بني وليد على 3 رحلات جوية. وإلى يوم الثلاثاء، السفارة الأمريكية تنفي الأخبار التي تتحدث عن توجه وفد أمريكي لمدينة بنغازي. ونبقى في يوم الثلاثاء، المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو يقول بأنهم رصدوا 15 طائرة نقل عسكرية نقلت مرتزقة روس من مطار بني وليد. أيضا يوم الثلاثاء، غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية تصدر بيانا تعلن فيه توقفها عن استهداف الآليات والمعدات المنسحبة من بني وليد وترهونة نحو الجنوب. أيضا في يوم الثلاثاء، الأفريكوم ينشر صورا لقاعدة الجفرة عبر الأقمار الصناعية توضح عددا من الطائرات الهجومية الروسية رابضة بالقاعدة. وإلى يوم الأربعاء 27 من مايو، قوات بركان الغضب تبسط سيطرتها على مواقع جديدة في الكازيرما وفاطمة الزهراء وتقترب من محاصرة قصر بن غشير. وخبرنا الأخير هو يوم أمس الخميس 28 من مايو، قوات بركان الغضب تواصل تقدمها في وادي الربيع وعنزارة وسط انهيار واضح لميليشيات حفتر بعد انسحاب المرتزقة الروس. كانت هذه أبرز الأخبار والأحداث في هذا الأسبوع التي رصدناها لكم، نعرض الآن لها ببعض من التحليل والنقاش مع ضيوفنا الكرام. معي من استديوهاتنا في إسطنبول السيد محمد مرغم، عضو المؤتمر الوطني العام،
وأيضا معي من استوديوهاتنا في طرابلس الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي، كما سينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي الخبير والمحلل العسكري. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ معك أستاذ محمد مرغم. لعل من أبرز أحداث هذا الأسبوع الحديث الدائر حول انسحاب المرتزقة شركة الفاغنر إلى بنوليد وإلى الجفرة. الحديث يعني تردد ما بين القول بأنهم انسحبوا من المعركة وبين القول بأنها محاولة لإعادة الانتشار. أنت كيف تتابع هذا الأمر وكيف ترصده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية يطيب لي أن أتوجه إلى الشعب الليبي وإلى الأمة الإسلامية بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وتقبل الله صيام الجميع وعبادتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صيامنا وصيامكم صيام الشاكرين. ولا يفوتني أيضا أن أترحم على شهدائنا الذين قضوا وهم مقبلون غير مدبرين، يتصدون لمشروع الاستبداد والظلم والطغيان، مشروع دموي بشع مدعوم من قوى الشر العربية وغير العربية. وفي مقدمتهم في هذا الأسبوع فضيلة الشيخ الطيب البوش رحمه الله وتقبل في الشهداء، كما أترحم على أخي وصديقي السيد عبد السلام عاشور أحد ثوار زليطن وأحد رجال فبراير المخلصين فيما أحسبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده وزوجه برحمته. الموضوع الفاغنر طبعا بعد فشل المشروع أو يعني الانهيار الكامل أمام التقنية التي حصلت عليها قوات المدافع عن طرابلس في الطيران المسير، وتمكنت من استهداف معظم منظومات الدفاع الجوي الباتسنر، وانكشفت هذه المجموعات الإرهابية مجموعات الفاغنر ومن معها من جنجويد ومن مرتزقة، انكشفوا جويا، وعند انكشافهم جويا لا قبل لهم بمقابلة الرجال الأشاوس الذين يدافعون عن عرضهم. هذه أسود تدافع عن عرينها وعن أشبالها، هذه أسود لا قبل للفاغنر ولا لغير الفاغنر بمواجهتها، وبالتالي ليس أمامهم إلا الانسحاب. ربما هذه الموضوع الموقف الروسي المنافق الذي يزعم أنه يعترف بحكومة الوفاق ثم يدعم العدوان أو يدعم من يحاول تدمير حكومة الوفاق واستئصالها من العاصمة، هذا شيء يعني شيء رأيناه مش من روسيا فقط ولكن من فرنسا أيضا. طبعا الدول العربية دي الإمارات والسعودية ومصر هذه يعني لا يستطيعون تغطية هذا النفاق، يعني هذا شيء مشهور عنهم، يعني هم لا ينافقون المجتمع الدولي فقط ولكن ينافقون أيضا شعوبهم ويسيطرون عليها بالحديد والنار ويكذبون عليها ويمنعون أي صوت حر يمكن أن ينتقد أداءهم في داخل بلدانهم. لكن الهدف هو إجهاض مشروع بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا. تماهت في روسيا مع هذا الهدف تماما. روسيا حتى نظامها الداخلي، نظامها داخل روسيا هي نظام ديكتاتوري، الحزب الواحد والرجل الواحد والصقر الواحد، وبالتالي لا مصلحة لها في أن تقوم في أي منطقة في العالم نظام ديمقراطي حر يكون للمواطنين فيه الكلمة الأولى في شأنهم العام،
ويختارون من يحكمهم. نعم. هذا ربما في المجمل سيد محمد. وبالتالي موضوع نعم. موضوع الانسحاب أنا مع الرأي الذي يقول أن الانسحاب هذا إعادة تموضع للابتعاد عن مجال أو مدى الطيران المسير للقوات المدافعة عن طرابلس والمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه من أرض تخضع إلى الآن تحت حفتر وخاصة المنطقة الشرقية. أنا سمعت محللين روس في وسائل إعلام عالمية تقول أننا لن نسمح يقولون أنهم لن روسيا لن تسمح بسقوط حفتر ولن تسمح بسيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي إما أن يتم التوافق على تقاسم سلطة وإما أن يبقى حفتر مسيطرا على برقة ويستقل بها. هذا يعني هذا في المجمل هدف السياسة الروسية. طيب هذا يظل كلام محللين وإن كانوا روس لكن التصريحات الرسمية للمسؤولين الروس وللخارجية الروسية وللرئاسة الروسية ممثلة في بوتين يقولون بأن هذه الشركة يعني أو هؤلاء العناصر وإن أقروا بوجود مقاتلون روس يدعمون حفتر ولكنهم قالوا بأن أنهم لا يتبعون للحكومة الروسية ولا يمثلون الموقف الروسي وإن الموقف الروسي ضد التدخل ومع وقف إطلاق النار. أنت وصفت ذلك بأنه نوع من النفاق. يعني ما مسؤولية روسيا تجاه عناصر لا يتبعون الحكومة الروسية؟ لا هي مسؤولية روسيا واضحة، يعني لا يمكن تغطية مسؤولية روسيا. روسيا بعثت طيران، هؤلاء الفاغنر وهذه العصابات لا تملك طيران حربي يمكن أن يدعم عملياتهم العسكرية في ليبيا. هذا الطيران خاص بوزارة الدفاع الروسية ومسؤولية الحكومة الروسية ومسؤولة أيضا الحكومة الروسية أيضا مسؤولة عن مبيعاتها للأسلحة التي تبيعها للإمارات لكي لم نسمع أي احتجاج على الإمارات لتصدير سلاح روسي لحفتر رغم قرار الحظر حظر توريد السلاح لليبيا. لم نسمع من روسيا أي احتجاج لم نسمع من روسيا أيضا مطالبة المواطنين الروس بالانسحاب من ليبيا باعتبار أن هذه أرض ليست أرضهم ولا مصلحة لروسيا في القتال فيها. لم نسمع بهذا. كيف يعني أنت مواطن أنت مسؤول عليهم مواطنك هذا على الأقل يعني يفترض أنك أنت تحميه عندما يتعرض لعدوان أو اعتداء أو ظلم ثم يعني تلجمه عندما يمارس هذا الظلم وهذا العدوان لكن تتدخل ومحاولاتها لاستضافة حفتر في لمحاولة العقد الهدنة في موسكو ولم تطلب من 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 رغم انها تزعم انها مع الهدنة لكنها لم تطلب من مواطنيها الانسحاب باعتبار ان هذه الهدنة هي موقف رسمي للحكومة الروسية. فهي يعني المسألة يعني كلام في العلن شيء وكلام تحت الطاولة والتعليمات طيب. او ما يفعله جنودها هؤلاء جنود روس في الحقيقة والفاغنر ليست بعيدة عن صانع القرار الروسي دوائر صنع القرار الروسية نعم وبالتالي لا يمكن هي تمهيد والذي جرى في سوريا هو نفس الطريقة يعني تدخلت الفاغنر كمقدمة للتدخل الروسي الرسمي بعد ذلك. طيب دعنا نتحول إلى الدكتور فتحي الفاضلي الذي انضم إلينا كذلك في استديوهاتنا في طرابلس. نرحب بك دكتور فتحي الفاضلي بداية وأسألك يعني في نفس السياق عن حقيقة الموقف الروسي والدور الروسي. الأستاذ محمد مرغم يعني اعتبر أن موقف روسيا موقف منافق يعني تدعي دعمها لحكومة الوفاق واعترافها به وأنها مع وقف إطلاق النار ولكنها
يعني عن طريق التغاضي والسكوت عن عناصرها أو المواطنين الروس وتدفق أسلحتها سواء من الإمارات أو من سوريا إلى عناصر حفتر وسكوتها عن ذلك، اعتبره أنه مؤشر ودليل على أن روسيا تدعم حفتر. كيف تنظر أنت إلى هذا الموقف؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك أستاذ عبد الرحمن ولضيفك الكريم والدكم الكريم وللمشاهد الكريم أيضا. حقيقة موضوع روسيا يعني مكشوف جدا جدا، يعني لا ينقصه إلا الاعتراف من بوتين. لكن موضوع الفاغنر هذا هو مجموعة تستخدم استراتيجية من قبل روسيا، ليس فقط في ليبيا، يعني استخدمت في أوكرانيا، استخدمت في سوريا، استخدمت في أفريقيا الوسطى، وهكذا ترسل هؤلاء هذه المجموعة، روسيا ترسل هؤلاء المجموعة لتحقيق سيطرة عسكرية وجمع معلومات وفرض واقع عسكري معين، وهو تدخل من قبل الحكومة، يعني من قبل بوتين، شيء معروف جدا هذا الأمر. هي فقط تقول أنهم لا ينتمون إلي رسميا، فقط حتى تكون في المحافل الدولية في مجلس الأمن للأمم المتحدة والمؤتمرات في برلين وفي وإليها تقول أننا غير مسؤول، وحتى لا تحاسب قانونيا أو تحاجج في الواقع من قبل قوى أخرى. يعني قضية ممارسة روسيا عبر فاغنر واضحة جدا وضوح الشمس في أمثلة مرة أخرى سابقة كثيرة جدا جدا. انسحابهم، الانسحاب الأخير، انسحاب نتيجة لهزيمة وليس لتموضع. يعني صحيح الخطوة التي بعد الهزيمة ربما إعادة تموضع أو ما إليه، لكن الانسحاب نفسه نتيجة لهزيمة تلقوها من قبل قوات بركان الغضب، واضح جدا. يعني كيف تترك ضواحي العاصمة وتترك قاعدة حساسة مهمة جدا كقاعدة الوطية وتترك مناطق يعني تقاتل فيها منذ وتركوا حتى جثة من أحد سنة عناصرهم لم يسحبوها معهم؟ نعم، حتى جثة أحد العناصر لم تسحب. مستحيل يعني أن تنسحب مجرد تغيير تكتيكي أو استراتيجي. حتى لو كان إعادة تموضع مرة أخرى هو انتصار لبركان الغضب وهزيمة شرسة لهؤلاء. عندما أدركوا شدة أو قوة الخصم اللي هو قوات بركان الغضب وقوات ثورة 17 فبراير، عندما أدركوا هذا الأمر لعلهم صحيح انسحبوا إلى منطقة. أريد أن أذكر نفسي والمشاهد الكريم أن القضية ليست قضية ليبيا، استراتيجية روسيا هي الحصول على قواعد على البحر الأبيض المتوسط، الحصول على قواعد وموطئ قدم سياسي واقتصادي على البحر الأبيض المتوسط، ما يهدد أمن أوروبا بأكملها. هذا هو الاستراتيجية الكبيرة، حتى تتمكن أيضا من التغلغل في أفريقيا بأسرها. إذا ليبيا هي مجرد خطوة بالنسبة لروسيا، وتعتبرها روسيا خطوة مهمة جدا جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل بركان الغضب وبفضل مقاتلي ثورة 17 فبراير الذين لا يبحثون عن مناصب ولكنهم يدافعون عن الوطن ولا يقاتلون من أجل منصب ومن أجل مصالح دنيوية، بفضلهم تمت هزيمتهم. أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى أن وجود قوى كبيرة كروسيا على البحر الأبيض المتوسط مقابل لأوروبا شيء مرفوض نهائيا من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك نرى بعد تراجع الفاغنر إلى مناطق الجنوب وإلى المناطق الشرقية وإحساس الأفريكوم والبنتاغون وأمريكا وأوروبا بأنهم يريدوا أن يغرسوا أنفسهم ويؤصلوا أنفسهم في المنطقة الشرقية ويشكلوا قواعد عسكرية، انتفض عليهم الجميع مرة أخرى، البنتاغون والأفريكوم والنيتو وأوروبا. وجود أوروبا بفضل الله، وجود روسيا بفضل الله، يعتبر عامل وعنصر مهدد كبير جدا لأوروبا. وحقيقة أقول لك أستاذي عبد الرحمن، السبب هي سياسات الاتحاد الأوروبي الغبية جدا تجاه القضية الليبية من 2011 إلى يومنا هذا، لا تتبع سياسة الضغط لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ليبيا، وإلا كانوا نجحوا بذلك منذ
السنة الأولى على فكرة. نعم. منذ السنة الأولى كان يمكن الاتحاد الأوروبي أن ينجح في هذا الأمر، لكنهم اختلافات بين إيطاليا وفرنسا، وكل منهم رأى مصالحه مقدمة على مصلحة الاستقرار في ليبيا، والصراع بينهم وتخبطهم في السياسات من صوفيا إلى إيريني إلى 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 مقاومة تركيا نفسها. وجود تركيا في ليبيا لا يشكل تهديد الأمن القومي الأوروبي، لا يشكل تهديد على الإطلاق الأمن القومي الأوروبي، ومع ذلك حاربها الاتحاد الأوروبي. وهذه نقطة الخطأ الرئيسية الاستراتيجية التي قام بها ربما هذه الأخطاء سمحت بتمدد التواجد الروسي. لكن أنا أريد أن أسأل، أعود إلى مسألة الفاغنر وعلاقتها بروسيا. الأستاذ محمد مرغم قال بأن روسيا تغاضت، يعني هي تدعي في العلن أن هؤلاء الروس لا يتبعونها، هؤلاء المقاتلين الروس لا يتبعونها بشكل رسمي. هل تعتبر أن هذا التنصل كاف من أجل أن تتنصل من مسؤوليتها عنهم؟ البعض يقول أن روسيا أقرت في مجلس الأمن قرارا بحظر توريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لماذا لا تفرض هذا القرار على مواطنيها؟ لماذا لا تفرض عقوبات على هؤلاء المواطنين الذين خرقوا القرار الروسي في مجلس الأمن، وكذلك الذين يزودون حفتر بالأسلحة الروسية من البانتسر وغيرها من الطائرات التي تأتي من سوريا ومن الإمارات؟ لماذا لا تتخذ روسيا موقفا وتكتفي فقط بمجرد التنصل من أن هذا السلاح لم تبعه مباشرة أو لم ترسله مباشرة، هؤلاء المرتزقة الروس لا يتبعونها بشكل رسمي؟ لماذا برأيك؟ أعلن بوتين أن هؤلاء لا يتبعون روسيا، وهذا غير صحيح، ثم أضاف جملة أخرى مباشرة بعد هذه الجملة، وحتى أن وجد مقاتلون روس فإنهم يحاربون الإرهاب. يعني كما نقول بليبي يجرح ويداوي. هناك كل إنكار الارتباط الرسمي بين الفاغنر وروسيا سبب نقطة واحدة ذكرتها لك أستاذ عبد الرحمن، هل لما يجلسوا في مجلس الأمن روسيا تقول هؤلاء لا يتبعوني رسميا ولا يتلقوا رواتب من الحكومة مع أن الأدلة كافية كثيرة جدا جدا عمليا كافية بأن هؤلاء يعني يا أخي الكريم، حتى ما تواتر من استخدام غاز الأعصاب في مدينة درنة، وفي أيضا أعتقد في محور صلاح الدين تقريبا مؤخرا، يعني أي فاغنر هذه التي تمتلك أو أي شركة عسكرية خاصة تمتلك غاز أعصاب وأحدث الأسلحة القنص وتدريبات، وكلهم جميعهم على فكرة من القوات المسلحة الروسية، أغلبهم متقاعدين والكثير منهم غير متقاعدين. نعم. مركز التدريب الرئيسي للفاغنر في روسيا غادي، قواعدهم التي ينطلقوا منها في كذا. ثم يا أخي أي شركة هذه اللي تشارك في حرب أوكرانيا وحرب سوريا وحرب ليبيا وحرب وما إليه، وهي مخلب للتمهيد للتدخل الرسمي الروسي وقلب المعادلات. روسيا تحاول أن تتحصل على ما تريد، تقلب إذا انتصر طرف تقلب المعادلة بما يسمى الفاغنر. إذا أذكر نفسي أيضا والمشاهد الكريم، حسب القانون الروسي يمنع منعا باتا تأسيس شركة قوات مسلحة أو جيش أو شركات خاصة تتبع جيش، يمنع منعا باتا، ومع ذلك ها هي الفاغنر موجودة. معنى ذلك أنها تتبع الدول الرسمية. أيضا في بداية 2011 و 2013 كان هناك مجموعة روسية رسمية من المخابرات الروسية تؤسس وتؤصل لوجود الروس في تلك المنطقة. أستاذ الكريم، أيضا الإنكار أستاذ عبد الرحمن، يعني شاهدناه من فرنسا بتدخلها بثقلها ولا لا، دائما تدعو إلى الأمن والأمان والسلام وحظر توريد الأسلحة. مصر، الإمارات، السعودية، السودان، الجميع يرسلون سلوك في أبنائهم لقتل أبنائنا. وأيضا في نفس الوقت ينكرون ألمانيا، برلين، ألمانيا استضافت مؤتمر برلين، النقطة الرئيسية المركزية في مؤتمر برلين هي مراقبة حظر توريد الأسلحة الليبية. ألمانيا تبيع أسلحة الإمارات ب 300 مليون يورو. هذا اللي كشفت عنه إحدى الصحف،
والمصادر الرئيسية الألمانية في وصول هذه الأسلحة إلى ميليشيات حفتر. اسمح لي دكتور فتحي الفاضلي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الخبير والمحلل العسكري العقيد عادل عبد الكافي. مرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن وكذلك بضيوفك الكرام مشاهدين قناتكم الكريمة. نعم سيادة العقيد، يعني أريد أن أسألك في نفس السياق حول حركة. تسمعني؟ نعم أنا أستمع إليك عقيد عادل عبد الكافي، هل تستمع إلي بشكل جيد؟ نعم تفضل تفضل. نعم مرحبا بك مجددا عقيد عادل. يعني السؤال هو حول هذه الحركة وانسحاب عناصر شركة الفاغنر من محاور جنوب العاصمة طرابلس ومن قصر بن غشير إلى بادية بن وليد وإلى قاعدة الجفرة، إلى مطار بن وليد تحديدا وإلى قاعدة الجفرة. من ناحية عسكرية أنت كيف تراقب هذه الحركة وما هي أهدافها؟ هل أهدافها الخروج من المعركة، انسحاب عناصر الفاغنر من المعركة من ليبيا، أم أنه إعادة تموضع كما ربما يرى ضيوفي الكرام سيد محمد مرغم وكذلك دكتور فتحي الفاضلي؟ بعد فشل استراتيجية الاجتياح للعاصمة طرابلس والتي وضعتها عناصر الفاغنر باستخدام عدة أدوات، وسبقا وضحنا هذه الجزئية ولكن نعيد سريعا بالمرور عليها، باستخدام عدة أدوات منها الطيران المسير، منها المدفعية الموجهة، منها القناصة، أسلحة القنص، منها التفخيخ، منها أيضا حشد أكبر قدر من العدد والعتاد حول العاصمة طرابلس، فتح محاور كثيرة تصل إلى 9 محاور حول العاصمة للمحاولة طبعا تحقيق استراتيجية الاجتياح ولكنها فشلت. نظرا دائما نقول لكل استراتيجية استراتيجية مضادة، عملت قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من خلال غرفة العمليات باستراتيجية مضادة، أفشلت هذه الاستراتيجية التي اتبعتها عناصر فاغنر، فلذلك هم التجأوا الآن إلى وضع استراتيجية أخرى، بمعنى الانتقال إلى الجفرة بأن تكون هنالك جبهة واحدة فقط، التركيز على جبهة واحدة فقط بعد فشلهم في استراتيجيتهم الأولى وهي استراتيجية الاجتياح، أصبح هنالك التركيز على جبهة واحدة فقط وهي قاعدة الجفرة، من خلال طبعا المعلومات المؤكدة عن الطيران حربي روسي يوفر الحماية لهذه العناصر، كذلك يوفر الحماية كاملة لقاعدة الجفرة، فإعادة التموضع أو نقول إعادة الانتشار لهذه العناصر في قاعدة الجفرة. بدأ في عملية إنشاء خط دفاعي لمحاولة طبعا نقول عدم تقدم قوات الجيش الليبي والقوة المساندة مصحوبة بالسلاح الجوي الليبي للتقدم باتجاه هذه القاعدة الهامة الاستراتيجية والتي تعد نقطة تجمع وانطلاق لعصابات الكرامة، سواء كان القتلة المحليين المنتميين لضباع المنطقة الشرقية، وعندما أقول القتلة نعم أقولها بمنتهى الثقة أن هؤلاء مجموعة من القتلة عندما استخدموا وتعمدوا استخدام صواريخ جراد ومدافع الهاوزر ضد المدنيين وقاموا بقتل أطفال ونساء ورجال، كذلك زرع المفخخات كنهج تنظيم الدولة على الأراضي الليبية أو حتى في سوريا والعراق، وهذا الأسلوب القذر الذي بالتأكيد سيترتب عليه مجزرة حقيقية في حق أبناء ليبيا، فهؤلاء أقل توصيف لهم هم مجموعة من القتلة لا ينتمون لأي جهاز أمني أو مؤسسة عسكرية، ولا حتى لم ينالوا حتى أبجدية القوانين العسكرية ولا حتى نقول قواعد الاشتباك ولا أي نوع، يعني نستطيع أن نصفهم أنهم ينتمون لمؤسسة عسكرية، ما هي إلا بذات عسكرية فقط ارتدوها، ثم عندما قام الكثير منهم بالهروب خلعوا هذه البذات حتى يتم رصدهم، ومع ذلك تم أسر العديد منهم. عموما فالاستراتيجية التي تعمل عليها الآن وهي التفرغ لجبهة واحدة من قبل العمود الفقري لعملية الكرامة وهم المرتزقة الروس، نظرا لما لديهم من احترافية قتالية عالية جدا
نظرا أنهم كانوا سابقا جنود وضباط في الجيش الروسي، كذلك امتلاكهم لأسلحة متطورة سواء كانت الطيران المسير سواء كان أسلحة القنص أو المدافع الموجهة عن بعد أو قذائف حتى الهاون التي يجيدون حقيقة استخدامها. فهؤلاء مجموعة من المرتزقة الآن يعتمد عليهم خليفة حفتر كونهم القوة الضاربة في منع تقدم قوات الجيش الليبي مثلما أشرت إلى قاعدة الجفرة وكذلك الحقول النفطية والموانئ النفطية، ولكن يمكن التعامل بحرفية عالية جدا مع هذا التمركز أو الخط الدفاعي الأول من بعدة أساليب، سواء كان باستخدام الطيران المسير سواء كان بفرق نوعية تقوم باستهداف قاعدة الجفرة من الداخل إحداث بها أكبر قدر من الخسائر قبل تقدم قوات الجيش واكتساح هذه القاعدة. ذلك هنالك قوة على جهوزية عالية جدا وهي تتبع الحرس المنشآت النفطية القاطعة الأوسط. هذه القوة لديها حرفية عالية جدا في أسر واقتحام هذه المواقع الحساسة وهي الموانئ النفطية والحقول النفطية، لأن خليفة حفتر يسعى إلى محاولة ربما نقل المعركة إلى هذه المواقع الحساسة وهي من أشد أو من أخطر الحروب حوله، ولكن يمكن كما أشرت التعامل معها بطريقة جراحية في استئصال هذه العصابات الإجرامية. أما عقيد عادل عبد الكافي رجاء هنالك نقطة أريد أن أشير إليها. أما سأعود إليك لكي تشير إلى هذه النقطة، ولكن نستأذنكم وضيوفنا الكرام ومشاهدينا للخروج إلى فاصل قصير، بعده نريد أن نتساءل على ضوء هذه التحركات لعصابات الفاغنر المدعومة من روسيا، ما هي السيناريوهات المتوقعة وما الذي تريده روسيا من ليبيا، وهل نحن الآن بصدد أو هناك مخاوف لتحول ليبيا إلى ساحة صراع دولية؟ فاصل قصير ثم نعود لنطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا، فابقوا معنا. لبيك يا طرابلس لبيك. مجددا مشاهدينا، مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيوفنا جميعا. وأتحول مباشرة إلى الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام. أستاذ محمد، يعني على ضوء هذه الأخبار وهذه الأحداث، بحسب تحليلك ما الذي تريده روسيا من ليبيا الآن؟ ذكرت أنت أشرت إلى أن توجهها العام هو دعم أنظمة أو إنشاء أنظمة دكتاتورية في المنطقة، لكن مع فشل حفتر في اقتحام العاصمة طرابلس ومع هزيمته على أسوارها وانسحاب عناصره وميليشياته وهذه الانتصارات التي تحققها قوات بركان الغضب وتمددها، يعني ما الذي تريده روسيا من ليبيا؟ هل تريد الاستمرار في دعم خليفة حفتر وربما محاولة فرضه مجددا بطريقة سياسية، أم أنها تسعى إلى إيجاد بديل، أم إلى تقسيم ليبيا؟ يعني ما الذي تريده روسيا؟ روسيا عندها هدف من ضمن المنظومة الدولية، وفي هدف خاص بها في مواجهة الغرب. الهدف العام في من ضمن المنظومة الدولية عموما من الأمم المتحدة وبعثاتها في مختلف أقطارنا يريدون واحدة من اثنين: إما أن تكون البلادنا مستقرة تحت نظام مستبد طاغي وما فيش باس يكون دموي ويقتل الناس في الشوارع ويذبحهم زي ما يفعل السيسي، وإما الفوضى. لا خيار لنا منهم، يعني من المجتمع الدولي، هذه لازم يضعها الليبيون أمام عيونهم. المجتمع الدولي عندكم واحدة من اثنين، له خيارين: إلا إن تفرضوا عليه إرادتكم وتتحدوا وتجمعوا كلمتكم وتفرضوا رأيكم. لا يستطيع هنا المجتمع الدولي أن يفرض عليكم خياراته، إما الاستبداد وإما الفوضى. يبقى داخل المعسكر الدولي هذا
هناك طبعا مصالح متعارضة ومتناقضة. روسيا طبعا تواجه حربا وتواجه حصارا وتحاول التمدد في العالم، ووضع يعني استطاعت أن تنشئ قواعد لها في سوريا، وإن استطاعت أن تنشئ قواعد لها مستقرة في ليبيا تهدد جنوب أوروبا ويكون لها ذراع طولة هنا. فهذا أيضا يعني من الأهداف الإضافية أو الخاصة بروسيا. هذا يعني لا مش مستبعد فقط، لا أستبعده فقط ولكن أيضا أرجحه. نعم، إذن يعني دعنا حتى نلخص هذه الفكرة، بالإضافة إلى الأهداف العامة للمجتمع الدولي ككل، إما سيناريو الفوضى أو الأنظمة المستبدة، روسيا تحاول أن توجد لها موطئ قدم في ليبيا وتعزز وجودها على الأراضي الليبية. مؤكد، هذا شيء يعني لا يعني تحبده روسيا، ولو استطاعت أن تستقر في ليبيا في قواعد، تنشئ قواعد لها في ليبيا، سيكون لها يعني شأن في مواجهة الغرب والقوى الغربية وفي التفاوض، لأنه الآن يعيشون يعني أجواء الحرب الباردة. عادت للعالم أجواء الحرب الباردة بين روسيا، من مشكلة أوكرانيا ومشكلة أرمينيا والقرم، وهناك عقوبات على روسيا، عقوبات اقتصادية، وبالتالي يعني الأدرع العسكرية هذه إحدى أدوات السياسة الدولية، ما فيش شك. عندما تكون لها قواعد تهدد جنوب أوروبا، تهدد حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا، في جنوب أوروبا، إيطاليا وفرنسا وإسبانيا واليونان وتركيا، هنا يعني سيكون لها موقف. لكن أستاذ محمد، يعني ألا يقف عقبة في وجه طموحها هذا أو رغبتها هذه كونها يعني في العلن لا تعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني، ولا تقول أن لديها تواجد رسمي في ليبيا أو دعما رسميا يذهب إلى خليفة حفتر؟ ألا يقف ذلك عائقا أمامها لتحقيق هذا المطلب؟ لا يقف، هم لا يعدمون الحجة، هم الآن يقولون أن نحن ندعم حفتر لأنه يحارب الإرهاب. الإرهاب يعني تصور أن حفتر وجنوده يفخخون البيوت ويقتلون المدنيين يعني بدون تحقيق أي هدف عسكري له معنى، ومع ذلك يفخخون البيوت ثم يعلنون أنهم يدعمون حفتر من أجل محاربة الإرهاب ولأنه حارب الإرهاب، كما فعلت فرنسا عندما اعترفت بمقتل 3 ضباط من جنودها. يعني هذه الحجج والدرايع، لأنهم يعني يملكون الإعلام ويملكون القوة ويقولون ما يشاءون، ونحن نحارب الإرهاب وندعم حفتر لأنه يحارب الإرهاب، ويعني وهذه درايع يعني مقبولة عند المجتمع الدولي، هم يعني أو عندهم يعني فيما بينهم. طالما أنك أنت تقتل المسلمين بحجة محاربة الإرهاب، هذا شيء يعني لا 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 غضاضة فيه عندهم، وكل يعني نعم واضح. دعني أتحول إلى الدكتور فتحي الفاضلي. دكتور فتحي، أشرت في حديثك إلى أن التواجد الروسي في السواحل الجنوبية للبحر المتوسط قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا يعتبر تهديدا لأمن أوروبا وأمر مرفوض أوروبيا وغربيا حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني هذه الرغبة تبدو واضحة، يعني كما أشار الأستاذ محمد مرغم أنها تريد موطئ قدم وتريد أن تتمدد في العالم. هل هذا يدفع باتجاه أن ليبيا ربما تصبح ساحة صراع دولية ما بين القوى الدولية ومصالحها ونفوذها في المنطقة؟ الأمر بعد الله سبحانه وتعالى في يد الليبيين، الليبيين بأكملهم في الجنوب والشرق والغرب. يعني الحمد لله انتصارات ثورة 17 فبراير في المنطقة الغربية تدل على يمكن الانتصار على الروس وغير الروس. شوف العالم كله تكالب علينا وحقق الشبابنا بارك الله فيهم هذا الانتصار، لا شيء مستحيل مع إرادة الشعوب. هذه رقم واحد. رقم اثنين أستاذي الكريم، مرة أخرى بفضل الله لسنا وحدنا ضد هذا الطموح، طموح روسيا
أعتقد أن ترامب هزب ماكرون تقريبا في إحدى التليفونات، يقول لك ماكرون اتصل بترامب تقريبا قال له شن ترفس أنت، شن تلبس غادي، قاعد تحارب في قوة تحارب في التواجد الروسي. التواجد الروسي في تقرير يقول أنها تريد أن تشكل منطقة اسمها محظورة، منطقة محظورة أو منطقة ممنوعة، لو استطاعت أن تسيطر على المنطقة الشرقية ستصنع منها منطقة ممنوعة أو منطقة محظورة، واسمها A2AD. AD عرفناها denial area، الـ A2 حقيقة ما عرفتش معنى 2 هذه ليش، لكنها تسمى denial area، ممنوع احتلالها، ممنوع المرور فيها، ممنوع العبور منها من أي قوة في العالم. هذه المنطقة هي طموح روسيا أن تشكل منها منطقة غامضة محظورة ممنوعة، وبالتالي يمكن أن يكون فيها أيضا أسلحة نووية مثلا على كل ولا لا. أيضا روسيا أستاذ الكريم، روسيا أيضا هددت في السابق، أحد الصحف تقريبا الجارديان نشرت مقال معلومات عن الاستخبارات البريطانية أن روسيا قد تستعمل الهجرة غير الشرعية كسلاح آخر ضد أوروبا، يعني لو في أي لحظة تفتح حتى يصبح الهجرة يتدفق المهاجرون إلى أوروبا، يتدفق هذا قالت كيف الشيشمة، بما معناه كيف الشيشمة إلى أوروبا، وجودها خطر يهدد أوروبا بأكملها. أيضا أستاذي الكريم، حتى ماذا تريد روسيا من ليبيا بحسب الأشياء المعلنة ليش عن طريق التحليل أو الاستنتاجات المعلنة، أن بتقول أن عندي عقود أسلحة مع معمر القذافي ب4 مليارات دولارات دمرها الناتو، ونازلت ما خلصنيش فيها ليبيا. وهذه مش قضية حقيقة، إذا كانت حقيقة صحيح وشريناها بعقود وجاءت الأسلحة ودمرها الناتو ومن حق روسيا أن تأخذني، يا سيدي عطوه لنا ال4 مليارات وفكونا منهم. تقول أيضا أن هناك 150 مليون دولار إعمار، ما عرفتين شنو إعمار، عقود إعمار لليبيا لم ما خلصونيش فيهن، شنو هن الشركات، شنو هو الإعمار، ما فيش تفاصيل عليها. تقول أيضا أني أنا تحصلت على مشروع بناء سكة حديدية، مرة أحد المصادر يقول من بنغازي إلى سرت، وبعض المصادر تقول من بنغازي إلى طرابلس، السكة حديدية ضاع علي تقول بعد ثورة 17 فبراير. تقول أيضا أن هناك عقود استكشافات ونفط لا تريد أن تفقدها. هذه الأشياء المعلنة رسميا من الدولة الروسية في صحفها وفي إعلاناتها وفي ميريها. والمطالب الأخرى كما ذكرنا، التغلغل وصنع بوابة إلى أفريقيا من خلال ليبيا والسيطرة، وخلق منطقة ممنوعة لأي دولة أخرى دولية على فكرة لا تستطيع أن تدخل في تلك المنطقة إلا طبعا بالغزو والسلاح. روسيا أيضا بالنسبة لليبيا تريد رجل واحد، الرجل الواحد، لأنك من خلال إنسان واحد مثلا صدام ولا عبد الناصر ولا ما إليه تستطيع أن تسيطر على الدولة بأكملها. الدولة المدنية معنى ذلك مؤسسات جديدة من الصعب السيطرة عليها، وبالتالي لذلك نرى نعم أنت تدعم ما طرحه الأستاذ محمد من كونهم المجتمع الدولي ينظر إلى ليبيا وإلى المنطقة عموما بين خيارين، إما الاستبداد أو استمرار الفوضى إلى حين عودة الاستبداد. دعني أتحول فيما تبقى من وقت إلى العقيد عادل عبد الكافي الخبير والمحلل العسكري. عقيد عادل، يعني على ضوء هذه الرؤية السياسية التي تفضل بها الضيفي الكريمين، ما هي السيناريوهات العسكرية المقبلة؟ هل لدى قوات حكومة الوفاق وقوات بركان الغضب الإمكانية للتصدي لعصابات وتمركزات ميليشيات الفاغنر في منطقة الجفرة، في قاعدة الجفرة؟ هناك أيضا أخبار حول نصب منظومات دفاع جوي المسمى بالبانتسر في قاعدة الجفرة وفي أماكن أخرى. هل لدى قوات حكومة الوفاق وقوات بركان الغضب القدرة على التعامل مع هذه التحصينات التي تقوم بها ربما القوات الروسية التابعة لميليشيا أو مرتزقة شركة الفاغنر؟ بداية أعرج سريعا على ما كنت أريد أن أذكره منذ قليل، أقولها بمنتهى الوضوح وأحذر تحذير واضح، كل من سيصغي إلى المبادرة الألمانية بخصوص 5+5 فهو شريك في الإجرام الذي ارتكبه حفتر.
هو يريد أن يرسخ المرتزقة وحفتر في قاعدة الجفرة. ما هي المبادرة 5+5؟ المسار 5+5 وضحها لنا. اللي هي استمرار الحوارات 5+5 اللي هي 5 عسكريين من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وخمس عسكريين من تابعين لخليفة حفتر. فمن يريد الذهاب إلى هذا المسار أقول هو شريك في كل جرائم القتل، هو شريك مع خليفة حفتر، هو شريك مع مرتزقة الفاغنر في تثبيته في قاعدة الجفرة، عدم وصول قوات الجيش للسيطرة على قاعدة الجفرة واسترجاع المواني النفطية والحقول النفطية تحت سلطة الدولة وتحت سلطة الحكومة. فلذلك أنا أحذر تحذير واضح. أيضا سيكون هنالك كارثة كبيرة وهي ضياع دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن ومن أجل هذه الدولة، بأن لا تتسلط هذه العصابات الإجرامية وهؤلاء القتلة وهؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المرتزقة على ليبيا وعلى رقاب الليبيين. فلذلك أنا أحذر أي ضابط أو أي جهة سياسية تسمح بجلوس مرة أخرى مع خليفة حفتر دون أن هنالك إكمال للعملية العسكرية والسيطرة على الجفرة والمواني النفطية، فهو شريك وحقيقة أقولها نذل لا يرتقي إلى مستوى الأدمية. فلذلك إكمال العملية العسكرية قاعدة مدينة ترهونة لم يتم تحريرها حتى الآن، قاعدة الوطية تأخر تحريرها إلى أيام قريبة قبل عيد الفطر المبارك. ما قدرة قوات حكومة الوفاق على تحرير قاعدة الجفرة؟ نقول نعم سأتي على ما تريد سيد عبد الرحمن، ولكن بداية دعني أكمل شيء آخر. الآن لدينا حلف الناتو الذي أبدأ استعدادي على دعم الحكومة وعلى أن يمد يد العون للحكومة. يمكن عقد تحالف مع حلف الناتو وأن يكون تحت قيادة تركيا، نظرا أن قيادة تركيا هي أحد أعضاء هذا الحلف، فلا حرج بأن يتم التعاقد مع هذا الحلف بأن يقدم الدعم الكامل في عمليات مكافحة الإرهاب، في مكافحة خليفة حفتر ودول محور الشر التي تدعمه، حتى يكون هنالك قدرة عسكرية كاملة تحت قيادة تركية نظرا للدور الكبير الذي لعبته في المشهد سواء كان العسكري أو السياسي. هذه رؤية نحن نطرحها الآن على الشخصيات السياسية أو القيادات السياسية، عليها أن تنظر فيها، لأن الآن نحن نحتاج إلى عقد المزيد من التحالفات مع كل جهة أو دولية وكل دولة تسعى إلى استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب على الأراضي الليبية وحماية الأراضي الليبية وحدودنا مع دول الجوار التي عبثت في أمن واستقرار ليبيا. لدينا جزء من حدودنا مع دول الجوار حقيقة هو جزء منتهك من قبل بعض الدول التي سمحت بتدفق عناصر تنظيم الدولة إلى الأراضي الليبية، كذلك سمحت بتدفق السلاح، وأيضا سمحت بتدفق طائراتها وقتل الليبيين. وهؤلاء وهذا الملف لا يجب أن يغلق من قبل الحكومة، حكومة الوفاق الوطني، لأن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة مرحلية عليها أن تضع اللبن الأولى في ملاحقة هذه الدول. ونقول يعني نقول لا في السياسة لا عداء دائم ولا صداقة دائمة. ولذلك نحن نقول ربما غدا يتم التصافي والتصالح مع هذه الدول التي كانت عدائية اتجاه ليبيا والمواطن الليبي، ولكن حقوقنا لا تسقط بالقدم، لابد أن يتم جلب التعويض الكامل لكل أبناء ليبيا الذين تضرروا من طائرات هذه الدول وكذلك من مرتزقتهم العناصر الاستخباراتية. عفوا سيد عبد الرحمن عليك أن يصع صدرك، طلح لي بس خليفة في شيء فهذا تفضل. الملف لا يجب أن يغلق من قبل حكومة الوفاق الوطني، وعليها أن تؤسس اللبنة الأولى بأن تكون فريق قانوني دولي بأن يلاحق هذه الدول وأن يتم رفع قضايا في المحكمة العدل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك أقول مثلما حفاظا على سير المعارك وصد العدوان ووحدة الصف وقراءة تعالت الأصوات واقعية، نعم قواتنا تستطيع مواجهة مرتزقة الفاغنر وكذلك القتلة من التابعين لعملية الكرامة، وتستطيع أن توجه ضربات جراحية إلى العصابات المتمركزة في الحقول النفطية والمواني النفطية، وكذلك قاعدة نقول الرجمة التي تعد من الوكر الرئيسي لعملية الكرامة، كذلك بعض المواقع في مدينة المرج.
كذلك قاعدة الخادم. نعم لدينا القدرة، لدينا الحليف الذي يستطيع أن يطور قدراتنا وأن يمدنا بالقدرات القتالية في تنفيذ هذا العمل العسكري، كذلك لدينا قوة الآن موجودة، هذه القوة لم تشارك في العمليات العسكرية إلى الآن، وهم ينتمون إلى المنطقة الشرقية، وهذه القوة عددها ليس بالهين، وتستطيع افتكاك الحقول النفطية والموانئ النفطية من عصابات الكرامة، ولكن رجاء أن لا يتم إعطاء العصابات الكرامة 1000 دينار كما فعلته سابقا، لأن هذا لا نريد أن يتكرر مثل هذه الأمور. من يتم أسري يتم تقديمه إلى العدالة لاقتصاص منهم، لأن هؤلاء قتلة، هؤلاء ساهموا في حرمان الليبيين من اقتصادهم. ما قصة الألف دينار؟ حرس المشاة النفطية قبلك مسكوا بالعامية يعطوهم لما مسكوا قيادات من عصابات الكرامة في الموانئ النفطية والحقول النفطية في الرأس في الهلال النفطي، وأسروا منهم قيادات وعناصر، للأسف تعاملوا معهم كما يقولوا بآدمية، وهؤلاء ليس آدميين، وعطوهم ملابس مدنية وعطوهم كل واحد فيهم 1000 دينار باش يعرف كيف يروح الهلا. فلا نريد تكرار مثل هذه الأمور، هؤلاء يجب تقديمهم للعدالة، وهذه القوة العسكرية لم تشارك في أي عمليات عسكرية إلى الآن، على المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة وغرفة عمليات بركان الغضب أن تستعين بهذه القوة في تجهيز هذه القوة وإعطاها الصلاحيات الكاملة لإرجاع الحقول النفطية والموانئ النفطية تحت قيادة الدولة والحكومة، وأيضا تأمين هذه الرقعة الجغرافية من المرتزقة ومن القتلة المحليين. نعم. اتضحت الإجابة، شكرا جزيلا لك عقيد عادل عبد الكافي الخبير والمحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف. كما نشكر ضيفي الكريمين الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام كان معنا من استديوهاتنا في اسطنبول، وكذلك الدكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي من استديوهاتنا في طرابلس، نشكركما جزيل الشكر، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، دمتم في أمان الله وحفظه.